بوابه. هذا أقوله بتعبير الاصطلاح الحوزوي بضرس قاطع، يعني أقطع فيما أقول، لا يوجد عالم شيعي إثنى عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. نعم يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار وبحكم المسلمين، بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا؟ الكفار، كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية، فهم في حكم الكلاب والخنازير، هذا صاحب الحدائق ويصرح به. وبعضهم والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهانا، يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة. أيضا من أعلامنا الكبار ومن أساطين الفقه عندنا الشيخ محمد حسن النجفي في كتاب جواهر الكلام المجلد الرابع صفحة 83 يقول إما البناء على كفر المخالف. المخالف من؟ يعني من لم يعتقد بإمامة أهل البيت. يقول وهو معلوم الفساد، يعني ادعاء أن المخالف كافر معلوم ماذا؟ الفساد. معلوم الفساد للأخبار المعتبرة المنجبرة بعمل الأصحاب وبالسيرة القاطعة الدالة على تحقق الإسلام بالشهادتين، مو بثلاث شهادات. أحسنت. يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من قالها فهو مسلم تترتب عليه جميع أحكام الإسلام. وبعد ذلك إن شاء الله سأقرأ للمشاهد الكريم، لا تقية عندما نقول هذا الكلام أبدا. صرح علماؤنا لا نقول ذلك تقية أبدا.